يقول: ما حكم لبس أو لباس فيه رسوم متحركة لذوات الأرواح للأطفال؟ لا يجوز اللباس الذي فيه صور، وإذا صارت متحركة فالفتنة أشد، ألا يجوز استعمال الصور في اللباس ولا تعليقها على الجدران ولا اقتناها في الصناديق للذكريات، يجب إتلاف الصور والتخلص منها إلا ما دعت الضرورة إليه، كالصور التي يحتاجها في جواز السفر أو بطاقة الشخصية أو رخصة قيادة السيارة، هذه للضرورة يحتفظ بها للضرورة، أما اقتناء الصور لغير ذلك فهو حرام، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدع صورة إلا طمستها. واللباس الذي فيه صور أشد، لأن فيه حمل للصورة، تعظيم للصورة،